سلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات. في الحلقة الماضية تكلمنا عن كيف عاش آدم وزوجته في الجنة تحت ظل الرحمن، وكيف حاول إبليس إغواءهما بشتى الطرق، وكيف نجح في ذلك، وكيف أهبطوا جميعا إلى الأرض بعضهم لبعض عدو. في هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام، سنعرف كيف أكمل آدم وزوجته حياتهما على الأرض، وكيف تكاثرت ذريته، ومن هم أبناء آدم، وكيف حدثت أول جريمة قتل في تاريخ البشر، وماذا حدث لآدم وحواء بعد كل هذا. ابقوا معنا. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه. وكان لآدم عليه السلام ابنان اسمهما قابيل وهابيل، وكانت سنة آدم في ذريته أن تلد زوجته في كل بطن ذكر وأنثى، فيتزوج الذكر في البطن الأنثى في البطن الآخر، وتتزوج الأنثى في البطن ذكرا في البطن الآخر. وكذلك أحيطكم علما أيها المشاهدين الكرام أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن ذرية آدم عليه السلام كانت محصورة في قابيل وهابيل، بل ينقل لنا العلماء أنه قد ولد لآدم عليه السلام أولاد كثيرون، ومنهم تناسل البشر، وهذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن، وذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: ذكر أن حواء ولدت لآدم عليه السلام 20 و100 بطن، أولهم قابيل وتوأمته قليمة، وآخرهم عبد المغيث وتوأمته أم المغيث. وأما ابن إسحاق فذكر عنه أن جميع ما ولدت حواء لآدم لصلبه حتى جاء 40 من ذكر وأنثى في 20 بطنة، وقال: قد بلغنا أسماء بعضهم ولم يبلغنا بعض. وفي يوم من الأيام اختلف أحد أبناء آدم في فتاة مع أخيه من أنه قابيل أراد أن يتزوج فتاة ليست من حقه، إنما هي من حق أخيه هابيل، فجاء إليه وقال: أريد أن أتزوج هذه الفتاة. قال له هابيل: إنها ليست لك يا قابيل، إنها لي، هي حق أعطاني إياه الله عز وجل. فاختلف الإخوان إلى آدم عليه السلام واختصموا إليه، فقال لهما آدم عليه السلام: ليقرب كل منكما قربانا إلى الله عز وجل، ومن تقبل الله قربانه يتزوج هذه الفتاة، فإذا بهما يقربان قربانا إلى الله جل وعلا. كان قابيل عنده زروع يزرع،
وكانت عنده سنابل، فقرب أردأ سنبلة لربه عز وجل. أما هابيل فكان عنده شياه غنم، فجاء بأسمن شياهه وقربها إلى الله جل وعلا. وطريقة القربان، كانوا يضعون القربان على رأس جبل، فمن تقبل الله قربانه تنزل نار من السماء فتحرقه. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فتقبل الله من هابيل صاحب الشاة. فلما رأى قابيل هذا الأمر ازداد ضيقه وحسده على أخيه، لأنه سيتزوج هذه الفتاة، وأن الله عز وجل قبل قربانه ولم يتقبل الله منه. فإذا الحسد وصل به إلى التهديد بأي شيء هدده بالقتل: يا هابيل سأقتلك. الله أكبر، لم تحدث هذه الجريمة في الأرض أبدا. لم يجرؤ أي إنسان من ذرية آدم التي انتشرت أن يفكر مجرد تفكير بالقتل إلا قابيل. وصل به الأمر حسدا وحقدا أن يفكر بقتل أخيه، قال: لأقتلنك. فرد هابيل على أخيه، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، افعل ما تفعل إنما تقبل الله قرباني، لأني بإذن الله من أهل التقوى، ولم يتقبل الله منك لأنك لست من أهل التقوى. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم رد بكل أدب وبكل طيب: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. إذا تجرأت ومددت يدك إلي تريد قتلي، فإني لن أعترض، اقتلني كما شئت، لأنك ستكون من أهل النار، أما أنا فبإذن الله عز وجل ستتحمل ذنبي كله وتأخذ إثمي كله، ويغفر الله عز وجل لي يوم القيامة. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. وقيل: إن المقتول كان لأشد الرجلين، ولكنه منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه. وفي هذا الحال ازداد الحسد في قلب قابيل، ومضت الأيام وهو يراقب أخاه هابيل. وإذا بقابيل في يوم من الأيام يستغل الفرصة، تأخر أخوه في رعيه للغنم، فإذا بآدم عليه السلام ينتظر ابنه وهو يرعى الغنم. ما جاء ابني؟ تأخر ابني. ما الذي أخره؟ ما الذي أبطأه؟ فأرسل ابنه قابيل، قال: يا ابني اذهب فانظر إلى أخيك لما تأخر. وقابيل قد امتلأ قلبه بالحسد، قد امتلأ قلبه بالحقد، قد امتلأ قلبه بالغيظ. وإذا بقابيل يبحث عن أخيه في كل مكان، يبحث عن أخيه في تلك الصحراء بين الجبال، يبحث في كل موطئ حتى وجده من بعيد. اقترب إليه بهدوء، فإذا به يجد أخاه مستلقيا على الأرض نائما، وإذا به حانت فرصته. الآن التهديد بالقتل، الآن سينفذ كل ما كان يتوعد به أخاه. الآن بدأ الشيطان يجري في دمه، الشيطان يؤزه أزا، وإذا بأول جريمة الآن ستقع على وجه الأرض. وأي جريمة؟ إنها جريمة القتل.
أعظم جريمة يرتكبها الإنسان في حق أخيه. وإذا بقابيل قيل أنه حمل صخرة كبيرة أراد أن يقتل بها أخاه، لأنه ما عرف كيف يقتل إنسان، لأنه لم يقتل أحد من قبل، فحمل صخرة كبيرة ورماها على رأس أخيه، فشدخ رأسه، كسر رأسه، وقتله في لحظة واحدة. وهذا هو المشهور، وقيل كذلك، قال ابن الجوزي في زاد المسيرة في كيفية قتله 3 أقوال: أنه رماه بالحجر حتى قتله، ورواه أبو صالح ابن عباس، والثاني ضرب رأسه بصخرة وهو نائم، ورواه مجاهد ابن عباس والسدي عن أشياخه، والثالث ردخ رأسه بين حجرين، قال ابن جريج لم يدري كيف يقتله، فتمثل له إبليس فأخذ طائرا فوضع رأسه على حجر، ثم شدخه بحجر آخر ففعل به هكذا. وهناك قول آخر غير مشهور، قال ابن كثير وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقا وعضا كما تقتل السباع، قتل أخاه فخسر الدنيا والآخرة، خسر دنياه لأنه قتل أقرب الناس إليه، والأخ سند لأخيه وعون له، وخسر أخراه لأنه ارتكب جريمة من أبشع الجرائم وأفضعها. واختلف العلماء في قابيل هل هو من الكفار أو من العصاة، والظاهر أنه من العصاة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا فخذوا من خيرهما ودعوا الشر. بعد أن اقترف أول جريمة في تاريخ البشر جلس يفكر ماذا أصنع، ماذا أفعل، كيف أدفن هذه الجثة، كيف أواريها. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، غرابا حفر الأرض برجله ووضع شيئا في الأرض ودفنه ليريه الله عز وجل كيف يحفظ جثة أخيه. قال الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. صار كل من يقتل على وجه الأرض يتحمل قابيل جزءا من الإثم من أول بدء القتل، لأنه هو من بدأ القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. قال أصحاب الأخبار لما قتل قابيل هابيل تركه بالعراء ولم يدر ما يصنع به، لأنه أول ميت من بني آدم على وجه الأرض، فقصدته السباع لتأكله، فحمله قابيل على ظهره في جراب 40 يوما. وقال ابن عباس سنة حتى أروح وأنتن، فأراه الله أن يرى قابيل سنته في موتى بني آدم في دفنه، فبعث الله غرابين فقتل أحدهما الآخر فحفر له بمنقاره ورجله حفيرة ثم ألقاه فيها وواراه بالتراب، وقابيل ينظر، فذلك قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني يحفرها وينثر ترابها ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فلما رأى ذلك قابيل من فعل الغراب قال يا ويلتى، أي لزمه الويل وحضره، وهي كلمة تحسر وتلهف وتستعمل عند وقوع المصيبة، وذلك أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول، فلما علم ذلك من فعل الغراب علم أن الغراب أكثر منه علما، وأنه ندم على قتل أخيه بسبب جهله وعدم معرفته، فعند ذلك تلهف وتحسر
على ما فعله قال يا ويلتا، وفيه اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، يعني مثل هذا الغراب الذي وارى الغراب الآخر، فأوري سوءة أخي، يعني فأستر جيفته عن الأعين، فأصبح من النادمين، يعني على حمله على ظهره مدة سنة لا على قتله. وقيل إنه ندم على قتل أخيه لأنه لم ينتفع بقتله، وسخط عليه أبواه وإخوته، فندم لأجل ذلك لا لأجل أنه اقترف ذنبا عظيما بقتله لأخيه. فلم يكن ندمه ندم توبة وخوف وإشفاق من فعله، فلأجل ذلك لم ينفعه الندم. قال المطلب ابن عبد الله ابن حطب: لما قتل ابن آدم أخاه رجفت الأرض بمن عليها 7 أيام، وشربت دم المقتول كما تشرب الماء، فناداه تعالى: أين أخوك هابيل؟ فقال: ما أدري، وما كنت عليه رقيبا. فقال الله تعالى: إن دم أخيك ليناديني من الأرض، فلما قتلته؟ لما قتلت أخاك؟ قال: فأين دمه إن كنت قتلته؟ فحرم الله الأرض يومئذ أن تشرب دما بعده أبدا. ويروى عن ابن عباس لما قتل قابيل هابيل: كان آدم بمكة فاشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة وحمضت الفواكه واغبرت الأرض، فقال آدم: قد حدث في الأرض حدث. فأتى الهند فوجد قابيل قد قتل هابيل. وقيل لما رجع آدم سأل قابيل: أين أخاه؟ فقال: ما كنت عليه وكيلا. فقال: بل قتلته، ولذلك اسود جلدك. عاش آدم عليه السلام مع ذريته وأولاده الذين تكاثروا في الأرض، يقال أنه عمر 1000 سنة، يعلمهم دين الله عز وجل، يذكرهم بربهم جل وعلا. الأرض كلها توحد الله جل وعلا، تكاثرت ذريته، هذا يتزوج من البطن الآخر، وهذا يتزوج من البطن الذي قبله، وهكذا تكاثرت ذرية آدم وانتشرت في الأرض وعم الخير فيها، حتى جاءت اللحظات الأخيرة. وصى آدم عليه السلام لابنه شيث أن يبلغ الناس من بعده، وأن يذكر ذرية آدم بربهم جل وعلا، وأن يعلمهم دين الله. تحمل شيث هذه الوصية. ضعف آدم عليه السلام، دق عظمه ورق جلده وكبر سنه، سقط آدم على الفراش. بدأت اللحظات الأخيرة، النهاية، نهاية أول نبي في تاريخ البشر، نهاية أبينا آدم عليه السلام. كلنا نرجع إليه، كل البشر، إنه أبوهم، أول إنسان خلقه الله بيده، كرمه وأسجد له الملائكة وأدخله الجنة وأنزله إلى الأرض. الآن جاءت لحظات النهاية، كبر آدم ومرت الأيام والسنوات. وعن فراش موته يروي أبي ابن كعب قال: إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه: أي بني، إني أشتهي من ثمار الجنة. قال: فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه، ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل، فقالوا لهم: يا بني آدم، ما تريدون وما تطلبون؟ قالوا: أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة. فقالوا لهم: ارجعوا فقد قضى أبوكم. فجاءوا، فلما رأتهم حواء عرفتهم، فلاذت بآدم، فقال: إليك عني، فإني إنما أتيت من قبلك، فخلي بيني وبين ملائكة ربي عز وجل. فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له ولحدوه وصلوا عليه، ثم أدخلوه قبره،
فوضعوه في قبره، ثم حتوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. قال: ربي، وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت، قال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطأ آدم فخطئت ذريته. هكذا طويت صفحة أول نبي على وجه الأرض، أول من خلقه الله عز وجل من البشر. وأوصي نفسي أولا وإخوتي بالإحسان إلى أزواجهم، ولا يظلمنهن، فهن سندهم وأنسهم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وأما عن أمنا حواء فيقال: في يوم الجمعة مات آدم عليه السلام، وحزنت عليه حواء حزنا شديدا، وعاشت بعده سنة، ثم ماتت ودفنت مع آدم عليه السلام. أما عن مكان وفاة حواء فلا تكاد المصادر تسعفنا بخبر يقين، ولكن بعض العلماء أشار إلى أن وفاتها كانت في الجزيرة العربية، وهناك من حدد المكان بشكل دقيق أكثر، وقال بأن القبر موجود في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي لم يتم إثبات صحته حتى الآن. لكن الأهم في هذه القصة هي أن نحصن أنفسنا من وسوسة الشيطان. وأما في الأرض فكانت حواء أم الأمهات، وقد كانت تقوم بكل ما تقوم به النساء من أعمال. كانت حواء قد غزلت ونسجت وعجنت وخبزت وعملت أعمال النساء كلها، ثم علمت بناتها تلك الأمور لتستمر مسيرة البشرية إلى ما شاء الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رضي الله عن أبينا آدم وعن أمنا حواء، وأسكنهما فسيح الجنات. في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نعرج لأول رسول في الأرض، الرسول الذي يأتي بدين جديد ويقر شرع من قبله. هل بعد آدم عليه السلام حصل شيء في الأرض؟ هل وقع الشرك في الأرض؟ آدم مات والأرض كلها على التوحيد، كيف بدأ الناس يشركون بربهم عز وجل؟ وكيف وقع أول شرك في الأرض؟ كيف بدأ وكيف كانت طريقته؟ هل نجحت الشياطين التي انتشرت في الأرض أن تصرف الناس عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة غيره؟ هذا ما سوف نعلمه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.